لالا حنا صباح الخير ومرحبا بك. اهلا وسهلا. صباح النور عليكم. صباح النور للمستمعين الكرام وبداية أسبوع موفق إن شاء الله. شكرا لك لالا حنان، وإحنا دائما في خدمة المستمع، في خدمة المستمعة، لأن اقتراحات كثيرة وطلبات كثيرة أننا نتكلم ونخصص ملف للمرأة الحامل حول التغذية ديالها، الصحة ديالها، كذلك النفسية ديالها. ومعك أستاذة حنان نتعرفوا على التغذية السليمة والتغذية الصحية المهمة في هذه الفترة هذه. دونك كيما قلتي الاخت ديالنا، المراه الحامل كيطرا لها بزاف تغيرات في الجسم ديالها اثناء فتره الحمل، كتسوى تغيرات في الجسم ديالها، كتسوى تغيرات اللي هي نفسيه، داكشي علاش كيخصها واحد العنايه اللي هي مهمه جدا طيله فتره الحمل. دونك اليوم غنهضروا على شنو هما الحاجيات اللي مهمه لجسم المراه اثناء فتره الحمل. طيب كيما قلنا كاين عده تغيرات جسميه كتطرا المراه، من بعض النساء اللي كيجيهم الغثيان يعني الرضان بزاف، من بعض النساء كيجيهم الحرقه، كاين من بعض النساء اللي كيجيهم القبض، كذلك كيجيو فقر الدم. يعني بزاف ديال التغيرات اللي كيقدروا يوقعوا. كاين كيطلع عليها السكر وارتفاع ضغط الدم، كذلك كيطلع عليها السكر اكيد. دونك بزاف ديال التغيرات اللي تغيرات الا رفقناهم بالتغذيه اللي هي متوازنه واللي هي صحيه، كتقدر المراه انها تخفف عليها، وبعض المرات انها كتجاوب هاد التغيرات اللي كتوقع. وتقدر انها اذا سمحتي لي لحنان انها تهزم ذاك التخوف اللي عندها من زياده الوزن، لانه كنعرفوا في هذه الفتره المرأة كتزيد شي كيلوات، ولكن غير هما إذا كانوا بزاف وكثر هنا فين كيوقع المشكل عند المرأة وعند الجنين كذلك. تفضلي أستاذة حنان، سمحينا إذا قطعناك. تفضلي. ماشي مشكل، بالعكس هذه المعلومات اللي هي مهمة غنطرقوا لها إن شاء الله طيلة هذا الأسبوع. دونك أول حاجة بالنسبة للتغيرات ديال الجسم، كاين بزاف ديال العناصر الغذائية اللي مهمة للجسم ديال الحامل، منهم الكالسيوم. ملي كنهضرو على الكالسيوم عنده واحد الفوائد اللي هي صحية جدا، كتساعد على تكون العظام خصوصا بالنسبة للفتوس الجنين، وكذلك مزيان بالنسبة للمرأة الحامل. علاش؟ لأنه كيحميها من ارتفاع الضغط الدموي، لأن أي نقص في الكالسيوم في تغذية المرأة الحامل كيؤدي إلى ارتفاع الضغط الدموي. نورمالمون الحاجيات ديالنا حنا بالنسبة للمرأة اللي ماشي الحامل، الحاجيات ديالها ديال الكالسيوم هما 900 ملي جرام في اليوم. وبالنسبة للمرأة الحامل كيطلعوا حتى 1200 ملي جرام في اليوم. نعم. وهاد 1200 ملي جرام الكالسيوم في اليوم من كتجيبها مثلا من فترة ديال الحليب. الحليب. ديال الحكاك ديال الياغورت. الياغورت. والفرماجة. في النهار. في النهار. كيكون بها الحاجيات ديال الجسم ديالها، خصوصا ان علاش كنأكدوا على المجموعه الغذائيه ديال الحليب ومشتقاته، حنا كيهمنا امتصاص ديال الكالسيوم. بزاف ديال العناصر الغذائيه اللي هي غنيه بالكالسيوم، ولكن ما كيكونش امتصاص ديالها بطريقه اللي هي سليمه وصحيه. غنعطيو مثال، مثلا السردين 100 غرام فيه كيجي لنا 300 غرام ديال الكالسيوم، ولكن الجسم ديالنا كيفاش كيتفاعل مع الكالسيوم السردين ماشي بحال كيتفاعل مع الحليب والياغورت والفرماج ومشتقات الحليب. يعطيك الصحة. علاش؟ لأن نفس التوازن في الحليب ومشتقاته ما بين الكالسيوم والفوسفور. نعم. وفيتامين سي. نعم. كما كنعرفوا باش أن الجسم يستفيد من الكالسيوم مع حضور الفوسفور. الفوسفور. يكون قد الكالسيوم قد الفوسفور. ألوغ كو في الأسماك كيكون الفوسفور فيه الكالسيوم. كيفاش ما كيكونش التوازن. داكوغ، هادشي علاش حنا كنأكدوا على المرأة أنها تناول لينا الحليب ومشتقاته باش يكون امتصاص وكذلك فيكساسيون ديال التثبيت. نعم. طيب واضحة هاد المسألة. بالنسبة للسكريات، السكريات هما كيلعبوا واحد الدور مهم في تغذية المرأة الحامل، ولكن الغلط اللي كيوقع هو أن الناس اللي كيسمعوا مثلا السكريات ما هوش كيمشي السكريات السريعة، الحلويات، لاباتيسيري، غير طبيعية ولا نعم المصنعة. غير طبيعية أكيد كذلك. دونك هذا غلط كبير. ما ننساوش بأن المرأة في فترة الحمل شنو كيوقع لها؟ كيوقع لها ارتفاع نسبة الأنسولين في الدم. ولو كيكون عندنا خلل في امتصاص السكريات. كيفي هنا المرأة كتمشي كتجي كمية فيها كثيرة ديال السكريات، الجسم ديالها ما كيقدرش مازال أنه يقادها، يدير لها واحد التوازن. نعم. هنا كيمكن يظهر السكر عند المرأة الحامل. نعم. داكوغ، دونك حنا ملي كنهضرو هنا على السكريات كنهضرو على السكريات البطيئة. نعم. يعني السيريال. نعم. أي حاجة خبز الكامل، العادات، القطاني إلى غير ذلك. داكوغ، وهنا كنأكد على الخبز الكامل، يعني المواد الغذائية، النشويات، سورتو النشويات اللي كتجيب لينا الألياف الغذائية. نعم. ما كنهضروش هنا على الخبز الأبيض.
بتاتا الى الرز الابيض الى غير ذلك. كنهضروا على المواد الغذائيه اللي كتجيب من الالياف الغذائيه. طيب ولكن في الاول ان المراه كيجي الادراك. الانسان باش كيتعالج منهم كيتعالجنا بالالياف الغذائيه. نعم اللي كتكون في الخبز الكامل وكتكون كذلك في القطنيات ياك في القطنيه. اكيد القطنيات الغذائيه. والمهم اكثر هو انه كتعطي المراه الحامل الاحساس بالشبع. يعني انها ما كتمشيش كتقلب لنا على عناصر غذائيه اخرى. شيء كيؤدي الى ارتفاع السعرات الحراريه في اليوم وكذلك زياده في الوزن. نعم نعم داكوغ. دونك هنا المرأة الحامل كتاخذ بعض المعلومات اللي هي غلطة في أن المرأة إلا مشات كتاخذ مثلا القطنية غادي يزيد ليها الوزن، إلا مشات خذات الخبز الكامل غيزيد ليها الوزن، راه كيشوف فيها هذا هو يعني بشكل معقول فقط يعني توزيع هاد الكميات يعني تكون بمنطق أستاذة حنان. أكيد أي حاجة كيكون فيها الإفراط. نعم لا إفراط ولا تفريط دائما. نعم أكيد. وما ننساوش أن المجموعة الغذائية ديال النشويات كتجيب لنا كذلك واحد المواد الغذائية اللي منهم المغنيسيوم اللي هو صحي ويغيب بزاف المرأة الحامل، سيرتو أن فترة الحمل تكون عند المرأة ضغوطات نفسية وتشنجات عضلية. تشنجات تماما. ولكن كيكون التشنجات مغنيسيوم تماما. نعم تماما. نعم كاين اللي كياخذهم عن طريق يعني مكملات غذائية أستاذة حنان. أكيد بعض المرات كنمشيو مثلا كنلقاو المرأة عندها كثرة الغثيان وكذلك مثلا فقدان الشهية اللي هو مفرط، كنكونوا مضطرين أننا نعطيو مكملات غذائية باش نحميو المرأة من أي نقصان وكذلك نحميو الطفل الجميل في طول من أنه يبقى له أي تأخر في النمو ولا شيء إيبوتروبي نقص الوزن إلى غير ذلك. داكوغ. وكذلك المجموعة الغذائية اللي هي مهمة كذلك بالنسبة للحوم ومشتقاتها. اللحوم ومشتقاتها مهمة بزاف في المرأة الحامل. علاش؟ لأن كتجيب لنا البروتينات الحيوانية اللي جيدة للمرأة وكتجيب لنا الحديد. طيب واضح. الحديد الحديد مهم بزاف المرأة. فقر الدم. فقر الدم فوالا. كنلاحظ دائما أن فترة الحمل طبيب مختص دائما يكتب للمرأة الحامل خصك تاخذي الحديد. لأن المرأة كتقية بزاف فترة الحمل. كيقدر يكون عندها نقصان كتكون التغذية ديالها كذلك غير متوازنة. نعم. دونك هنا كيقدر كذلك يطرى لها النقص. في الغذاء في نقص الحديد. هنا كنخافوا على الطفل الجنين ماشي فقط الجنين اكيد ماشي فقط الحديد وكذلك الفيتامين ديال المجموعه باء. ويمكن هذا نقصان الحديد لاله حنان يستمر حتى ما بعد الوضع اذا كان يعني اذا ما كانش توازن في التغذيه. اكيد ياك. اكيد اكيد. سيرتو ان المراه مع الحمل كتكون مثلا عندهم بالرضاعه. نعم نعم. داكوغ. دونك جيت نديرها باش انه باش يصوب يرجع نعم. الحليب ويرجع كذلك القوه ديالو. ما ننساوش ان المراه في الوضع كتفقد كثير من الدم. تماما تماما. اضافه الى الرضاعه طبيعيه فهي كتحتاج واحد الكميات كثيره من الغذاء باش تكون من الحليب. تماما. دونك هنا اي نقص في التغذيه كيأثر في الحديد. ان المراه ما كتستفادش من الحديد كيأثر كذلك ان المراه كتفقد وزنها كثير. لان المراه سيرتو في فتره الحمل ارتفاع في السعرات الحرارية. شفتوا في الكيمياء الأول كان عندنا 150 سعرة حرارية على الاحتياجات اليومية ديالها. في الثاني والثالث كنزيدوا حتى 150 سعرة حرارية. كاين بعض المعلومات اللي هي مغلوطة شنو كيديروا النساء كتبدو كأن كل يوم مثل بيبي. كاين هذا الشعار الخاطئ. نعم هذا الشعار اللي هو غلط جدا. حيت علاش؟ المرأة كتمشي كتاخذ كميات اللي هي مفرطة. كنصدقوا أننا الجنين بليتو كيكون عنده واحد زيادة في الوزن كثيرة. المرأة كتعذب والجنين كذلك كيتعذب. نتمنوا ان شاء الله طيله الاسبوع لاله حنان نوضحوا يعني بعض النقط يعني ونوضعوا عليها سطور، لانه صراحه هذه الفتره ديال الحمل هي فتره وقائيه بالنسبه للجنين وبالنسبه للمراه، وباش اننا باش اننا نوضعوا كذلك حمايه او نوقفوا كذلك بعض الامراض والمضاعفات اللي ممكن تجي ما بعد الوضع. هذا هو اللي كيهمنا لاله حنان. شكرا لك. شكرا دائما تواصلك معنا. خلينك على خير. ونبغي نذكر مستمعينا